الشرطة امبارح كمان يا أسماء يعني دفعت رجالها مصدر أمني رفيع امبارح قال أو صرح بأن 2 من رجال الشرطة استشهد وأصيب 9 مجندين إثر انفجار عبوة ناسفة بمدرعة شرطة بحي الصفا بالعريش. طبعا خالص العزاء لشهداء الشرطة، ونتمنى يا رب المصابين يعني يخرجوا في أقرب وقت، سواء المصابين من رجال الشرطة أو حتى المصابين من الحادث اللي وقع في رفح من القوات المسلحة. يا رب.